مشاهدينا الكرام، حياكم الله، عدنا إليكم من جديد. وفقرتنا الرئيسية لليوم وحوار جدا مهم وأسئلة تخطر لنا جميعا. شهر رمضان هو شهر الصيام والطاعة والقيام والصدقات، الشهر اللي فيه نقوم بصلة أرحامنا، بنعزز فيه القيم لدينا ولدى أفراد أسرنا، بنرفع روحانياتنا. لكن على النقيض من ذلك تماما، شركات الإنتاج والمؤسسات الإعلامية والفضائيات وحتى السوشيال ميديا وصناعين المحتوى على الغالب بنسبة 85-90% المواد بتكون تتناقض مع روح هذا الشهر الفضيل والحكمة من العبادات والطاعات في هذا الشهر، إن كان برامج طبخ ومسابقات طبخ، وإحنا هذا شهر الامتناع عن الطعام وليس شهر الطبخ والأكل وإلى آخره، وأيضا برامج المسلسلات خلينا نحكي الأفلام وكل ذلك، أيضا فيه من المواضيع والمشاهد المبتذلة وكل كما قلنا في بداية مقدمتنا ما يتناقض مع هذا الشهر وقيمه. حول هذا الموضوع مشاهدينا، اسمحوا لنا نرحب بضيفنا الأستاذ إياد حماد، وهو الإعلامي ومدير شركة إنتاج فني ومقدم برامج. وصراحة التعريف بالضيف يطول ما شاء الله عليه، بنرحب فيه. أهلا وسهلا يا أستاذ إياد، تقبل الله الطاعات وحياكم الله في بيتكم عامر. أهلا وسهلا فيك والله يسعدكم يا رب، يعني فرصة أستثمرها لأحيي كل المشاهدين لهذه القناة الطيبة، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله رب العالمين شهر رمضان كريم وربنا يتقبل الطاعات وهم من العايدين إن شاء الله. آمين يا رب. إن شاء الله يا رب. يعني إحنا قبل ما نبدأ حوارنا اللي رح يكون صراحة حوار يعني حامل وطيس مع مختص الأستاذ إياد، خلينا نشوف استطلاع. إحنا أجرينا استطلاع حول هذا الموضوع، سألنا الناس هل تعتقد أن الأعمال التلفزيونية اللي يتم طرحها في رمضان تتناسب مع روح الشهر الفضيل؟ خلينا نسمع شو جاوب مشاهدينا، خلينا نتابع. المسلسلات اللي إحنا قاعدين نشوفها هي مش مطابقة مع شهر رمضان، يعني ما فيهاش يعني عن محور رمضان كامل، يعني مسلسلات يعني في خاصه بالمحطات الاردنيه بالذات ما عليها يعني مسلسلات اللي هي عن ان رمضان وعن اجواء رمضان، كلها مسلسلات مكرره، كلها مكرره قديمه كثير، يعني وما فيها ثقافه للجيل اللي احنا عايشين فيه الان، الجيل اللي احنا عايشين فيه الان ما في اي رقابة. والله المسلسلات هي فساد والفجور يعني والكله، يعني مش بنصح ان مسلسلات دينيه بيحطوا يعني زيك شيء اللي يرضي رب العالمين. لا غير مناسب حقيقه، لما تكون اب اسره قاعد في جنب اولادك وتحضر هذه البرامج انك تخجل من بعض هذه اللمسات اللي تحدث في لقطات الشاشات، فيها يعني بمعنى اخر مش حضارية، أو أنه لازم يحكوا عن تاريخ البلد، لازم عن الدين الإسلامي، لازم لا يوجد هذا البرامج، لا يوجد ثقافة لأولادنا، كله ثقافة جلطة ملطة وكله أغاني مش منطق. يعني في أشياء مش منيحة يعني الأولاد بصروا يعدوها. هسا أنا يعني بنصح أنه يعني يكون نزلوا برامج دينية يعني رمضان يغيروا، أنه مش كمان برضه كله كوميدي ومخدين أنه رمضان مسخرة وبيجي بيحكوا لك أنه كيف بتفطر كمان بالغلط، يعني برضه في صغار بيرجعوا بعيدوا هذا الحكي، فأنه ما بزبط يعني زي هيك، يعني لازم يغيروا محتواهم شوي، مش كل إشي مسخرة. هسا بعضها مش مناسبة، يعني في أشياء أنه مش لازم تنعرض لأنه يعني أشياء مش مهمة لرمضان، أنه كالتمثيل التافه هذا اللي بيطلع على التلفزيون انه مش لازم انه يطلع وهيك. ونشكر اكيد فريق العمل على هذا الاستطلاع الرائع، ونرى ايضا ان الشارع وارائهم واعيه نوعا ما بما يقدم في رمضان. استاذ اياد، يعني بدايه سنتحدث عن شركات الاعلام وشركات الانتاج التي تنتج زخم كبير وعالي من الدراما والبرامج التلفزيونية التي هي بعيدة كل البعد عن رمضان وروحانياته. ما السر يا ترى؟ هل هو القصد إبعاد حقا الصائم أو المؤمن عن رمضان وأجوائه، أم هو فقط خلينا نقول سباق للشهرة والكسب السريع؟
بداية يعني خلينا نأسس لهذا الموضوع انه اشمعنى رمضان؟ ليش كل هالانتاجات في شهر رمضان؟ وبنلاحظ انه اغلب باقي السنه ما بيكون فيها انتاج، وانما يتم اجترار ان صح التعبير هذه المسلسلات على باقي الاشهر، اعادتها على باقي الاشهر. الان لو اجينا ندرس سوق الاعلانات في العام، نجد انه رمضان بياخذ 60% من سوق الاعلانات طيله العام، وال40% موزع على باقي الاشهر. يعني لو اجينا نقسم مثلا 40% على 11 شهر بيطلع تقريبا 3.6، ف 3.6 ل 60% يعني هي قفزه هائله جداً في الاعلانات جداً. فهي مطمح لكل شركات الانتاج انه ياخذوا حصه من هذه الحصيله، من هذا السوق الاعلاني الكبير الضخم اللي موجود. بنلاحظ انه شركات الانتاج لما تشتغل في رمضان تحديدا، وانا خليني اعطيكم بعض الارقام والنسب المنشوره والمعروفه والحقيقيه حتى ما يكون كلامنا جزافا ومجرد كلام. يعني بال 2015 الدراما المصريه والمسلسلات المصريه تكلفتها فقط في شهر رمضان المبارك كانت 56 مليون دولار امريكي، مش عم بحكي عن الجنيه المصري، الجنيه المصري طبعا تضاعف اضعاف كثيره طبعاً. 56 مليون دولار امريكي. بعدها بثلاث سنوات بس بال 2018 وصل الرقم الى 100 مليون دولار امريكي. هاي تكلفه ام ارباح؟ هاي تكلفه الانتاج وتكلفه المسلسلات واجور الممثلين والممثلات وكل هذه التفاصيل. الان احنا ب 2022 يعني بعد اربع سنوات من 2018 ما عندنا ارقام لانه لا زلنا في بدايه شهر رمضان، لكن لو رجعنا ل 2021 برضه بعد ثلاث سنوات من 2018 راح نكتشف بانه الرقم وصل الى 150 مليون دولار امريكي. فالقفزات كل سنتين ثلاث قاعدين نحكي عن 50 مليون بشكل كبير، وهذا رقم مهول جداً. وهذا فقط في الدراما المصرية، والدراما المصرية يعني تنتج بهذا المبلغ في رمضان 2021 مثلا 27 مسلسل، في رمضان هذا في 30 مسلسل، ففي زيادة أيضا في إنتاج المسلسلات، فأكيد رح يصير في زيادة أيضا في هذه التكلفة. وهون احنا بس حسبنا الدراما المصرية، الدراما الخليجية ما حسبناها لأنه ما في أرقام واضحة كثير، لكن تقترب من 50 مليون. الدراما السورية تقريبا 20-30 مليون، ما حكيناش عن المغاربية التونسية المغربية. إذا احنا قاعدين نحكي عن ربع مليار دولار يصرف لإنتاج هذه المسلسلات اللي يتم بثه في شهر فقط، فقط في 30 يوم. في 30 يوم بعدين تعاد طول السنة، الموضوع الثاني اللي أنا سمعته من خلال الاستطلاع اللي أنتم قمتوا فيه، بأنه في أكثر من شخص قال أنه لو دعيت صياغت ما قالوا بأنه هذه البرامج لم تعد عائلية. صحيح، بمعنى أنه لا أستطيع أن أجلس أنا وأولادي وبناتي ونشاهد هذا المسلسل، لا يشعر بالأمان. لأنه ممكن في أي لحظة تأتي إيحاءات خادشة للحياة، لقطات خادشة للحياة، اللباس اللي بيلبسوه أحيانا الممثلين والممثلات غير مناسب مباشر يعني يعني نعم إيحاءات. النقطة المهمة أنه أصبحت البرامج غير عائلية. وهذا بيأثر على الناس. والطفل اللي برضو اللي كان موجود، الشاب اللي كان موجود قال أنه هم في بعض الشباب أصحابه ممكن يكرروا مثل هذه المشاهد أو يعيدوا أو يتعلموا منها. الإشكالية الأخرى يمكن الناس مش ملاحظتها، وإن كان في اثنين طرحوها أيضا بالاستطلاع أخ وأخت، أنه غياب المسلسلات الدينية وغياب المسلسلات التاريخية. لمن لا يعلم، إحنا الآن ب 2022 بهذا الرمضان هذه السنة السابعة على التوالي التي تخلو منها شاشات التلفزة من المسلسلات الدينية والمسلسلات التاريخية. يعني للسنة السابعة ما في مسلسل ديني، ما في مسلسل تاريخي. لو قلت لك يا أم عمر معزام اذكروا لي مسلسل أنتم حضرتوه ديني مثلا خلال الفترة يعني السابقة. أنا أذكر مسلسل عمر بن الخطاب هذا ممتاز. آخر ما حضرته مسلسل عمر بن الخطاب أنتج عام 2012 يعني نحكي عن عشر سنوات. وبعده لم نرى عملا ضخما بهذا. صحيح. فغياب هذه المسلسلات أيضا ملحوظ، وبخلينا نتساءل هل هذا الغياب مقصود مع الزخم الضخم اللي موجود الإنتاج الآخر؟ ممكن واحد يقول لك ما هو الإنتاج التاريخي مكلف. صحيح أنه مكلف، لكن مين قال أنه البرامج التي تعرض الآن والمسلسلات التي تعرض الآن أرقامها مش فلكية؟ نعم. بتكلفوا عليها. فهذه الحجة مردودة على أصحابها. نعم. على العكس تماما، المسلسلات التاريخية بما في ذلك عمر من المسلسلات التي يعني نجحت وربحت وذهبت باتجاهات وأثرت، كانت عزيزة. جميلة. نعم. إلى الآن. نعم. عم نحضرها على اليوتيوب. طيب. نعم. أستاذ إياد، يعني إذا كان الربح مقصد شركات الإنتاج والفضائيات رمضان كريم خليهم يربحوا، لكن أن تقدم مواد تهاجم فيها الدين خاصة هذا العام. نعم. في برامج ومسلسلات
بتحاول أنها تنقض أصول الدين. نعم. وأننا يعني لا نعترف بأي شيء سوى ما يأتي في القرآن الكريم. وأنا كنت أتابع قبل أيام مشاهد حول حضانة الأم لطفلها وتناقش في القرآن، وأنه أنا أي شيء مش وارد في القرآن ما بعترف فيه، بمعنى أنها تحيد السنة. ناهيك عن مواضيع النسويات ومواضيع، فهي الآن أصبح مش بس مواد مبتذلة ومواد تتناقض مع القيم والأخلاق، لا الآن هم بيحاولوا ينقضوا الدين من أساسه. فبالتالي إذا كان القصد الربح بسيطة اربحوا، لكن أن يكون القصد غير بريء لهذه الدرجة ويخطط لكي تهاجم قيمنا وأخلاقنا وديننا، هون احنا بنعلق الجرس وهون احنا صحيح. يعني انا كمان حاب احكي شغلة. الان احنا كمجتمع ملتزم محافظ في الاردن وفي الدول العربية، ومع ذلك احدى المسلسلات او احد المسلسلات الرمضانية من اول حلقة تم ايقافه هذا صحيح. العام صحيح. ومسلسل اخر رفع دعوة للمدعي العام لايقافه، والمخرج صاحب هذا العمل ليست أول دعوة ترفع ضده، رمضان الفات أيضا رفعت دعوة ضده ضد مسلسل وتم إيقاف المسلسل. فواضح أنه في هجمة. نعم. وأنه هذه الهجمة للأسف ما في هجمة مرتدة تساعد الناس على أنهم يعني يدافعوا عن أنفسهم. صحيح. الآن مع هذه الهجمة الضخمة الناس عم تتلقى في النهاية. صحيح. هل في بديل؟ لغاية الآن مش شايفين بديل قوي، فالناس بتأخذ. الآن الجمهور عايز كده بين قوسين، هذا مصطلح كان دائما نسمعه بانه الجمهور حابب هاي اللقطات خلينا نعطيه، الجمهور حابب هاي الافكار خلينا بده تسليه بده خلينا اطرحها. صحيح. خلي يسلي رمضانه وغيره من هاي المصطلحات. لكن الحقيقه لا، الجمهور واعي والجمهور وصل الى مرحله يستطيع ان يميز الغث والسمين. كم من مسلسل قيمي تكاليف انتاجه قليله، ربما صور بامكانيات قليله جدا، لكن انتشر. صحيح. ولا نحكي اسماء، لكن كثير من المسلسلات اللي يعني بتحاول تنتقد بعض السلوكيات الاجتماعيه اللي بنعملها، بتحاول تصور السلوكيات الاجتماعيه الموجوده عند الناس، اخذت حجم كثير. بعض المسلسلات اللي بتساعد الفقراء وبرامج يعني تكلفتها كتصوير وك مش هذيك التكاليف الفلكيه زي باقي المسلسلات، ومع ذلك وصلت. اخذت صدى واسع واخذت اثر واسع في هذا الموضوع. فاحنا بحاجه الان الى اعلام بديل، بحاجه الى اعلام هادف يصد هذه الهجمة المرتدة ويقدم نعم. بديل لائق للمشاهدين اللي حابين فعلا انه يتسلوا في رمضان، انه ما يضيع وقتهم على اشياء حتى عم نشوف البرامج الترفيهية مثل الكاميرا الخفية قديش عم تكون فيها تنمر وفيها عنف وفيها نعم. اذى نفسي، وايضا قديش كلفت، هي تكلفة انتاجها كانت باهظة جدا للاسف الشديد. ومع ذلك حتى منشوف بعض الأطفال الصغار عم بيقلدوا خلينا نقول بطل، لا أريد أن أسميه بطلا، لكن بطل هذا البرنامج وكأنه فعلا بطل وكأنه البطولة بالتنمر على بقية الأفراد للأسف الشديد. جميل. أنا حابب أعطي تعريف بسيط للإعلام الهادف للفن الهادف، ومنه ممكن نعكس على اللي فضلت فيه ست رانيا، اللي هو أنه الإعلام الهادف له أربع أهداف، يهدف إلى أربع شغلات، وأربع شغلات واضحة جدا. واحد، زرع قيمة إيجابية. اثنين، نزع قيمة سلبية. جميل. ثلاث، تعزيز قيمة إيجابية موجودة. وأربعة، تغيير قيمة سلبية إلى قيمة إيجابية. جميل. لو إجينا نضرب أمثلة بشكل سريع، الآن بزرع قيمة إيجابية، مش شرط أن لما أزرع قيمة إيجابية أن يكون في مقابلها نزع لقيمة سلبية، لا، مجرد أن أنا أزرع بالناس مثلا تعظيم الله سبحانه وتعالى، أنا عم بزرع قيمة إيجابية. لما أنزع قيمة سلبية في المجتمع، لما أنا بقول عن المخدرات، عن العنف، مش شرط أنه يكون في مقابل، يعني مش أقول له تشربش مخدرات وتشرب عصير مثلا، المشاهد ذكي بالضبط، فلا بدي أنزع قيمة. الآن مثلا قيمة بر الوالدين قيمة رائعة وموجودة، وعم شوي شوي من نشعر أنها قد تفقد في مجتمعاتنا، حلو نحن نعزز هذه القيمة. أو نيجي لقيمة سلبية نستبدلها بقيمة إيجابية. مثلا بخطر في بالي هلا حرمان الإناث من الميراث على سبيل المثال، لا بستبدلها بقيمة إيجابية، لأن كل واحد يأخذ حقه مثل ما قسم ربنا سبحانه وتعالى. الآن هذا الأربع أهداف لو أجينا نعكسها على ما نشاهده الآن، هل ما نشاهده في هذه المسلسلات وعبر هذه القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي، هل فعلا تسعى إلى زرع قيمة إيجابية؟ هل تنزع قيمة سلبية؟ هل تغير قيمة سلبية بأخرى إيجابية؟ هل تعزز قيمة إيجابية؟ للأسف إذا انقلبت قيمة سلبية للأسف الشديد انقلبت الآية. صحيح. فإذا انقلبت الآية أنا أنصح الجميع
بانه لا يكون حريص انه هو ايش يشوف، اولاده ايش يشوفوا. الشاشه الامنه. نعم. وانا هون بدي اوصل لاستاذ اياد، زادك الله فضلا. احنا لما بنحكي عن شاشه امنه ونتكلم عن اعلام هادف ملتزم، بالتاكيد لن يجذب المشاهد كما يجذب الاعلام اللي بيكون فيه تسليه ونطنطه واغاني والوان وما بيكون فيه حدود معينه، فبالتالي الناس بتحب تتابع. لكن هل يمكن أن نراهن على وعي الناس بأنه والله إحنا نضل نحكي لا الناس واعية وبتشوفه من باب التسلية بس ما بيأثر فيها؟ إحنا اليوم نحكي عن شاشة قناة اليرموك. نعم. هذه القناة التي لها مشوار يزيد عن 10 سنوات، وهذا المشوار مليء بالتحديات والصعوبات والتضييق، لكنها اليوم تنطلق انطلاقة جديدة كما يشاهد المشاهد وتشاهد حضرتك. نعم. استوديوهات جديدة، برامج جديدة بأسلوب وتحافظ على القيم وعلى الأخلاق. هذه الشاشات كإعلام بديل وهذه الفضائيات، هل يمكن أن تحقق ما تفضلت به من أنه الإعلام الملتزم لازم يواجه هذا المد؟ نعم. وما المطلوب منه ومن المشاهد كإعلاميين وكمشاهد؟ أحسنت، أنا كنت أقول الموضوع ليس فقط على القنوات الهادفة، وإنما أيضا إحنا كجمهور نتحمل جزء من هذا الموضوع، لأنه لو إحنا ما منتابع هاي المسلسلات. نعم. فأنا بداية خلينا أدعو الجمهور إلى التفاعل السلبي إن صح التعبير. التفاعل السلبي بإني يعني بديش أوصل لكلمة مقاطعة، لكن ما أحضر هذه المسلسلات بطريقة إنه تظهر الأعداد المتابعة ضخمة جدا، فالمعلن يروح يبحث عن هذه المسلسلات الموجودة أكثر فيعلن، فالشخص يستفيد ويريد كمان مرة يعمل لي فيلم آخر أو مسلسل آخر بنفس هذه الفكرة وبنفس هذه الطريقة. فلا، إحنا الجمهور مش بس مطلوب أن يكون واعي، مطلوب منه كمان أن يكون متفاعل وإن سلبيا، بمعنى أنه ما يشاهد هذه المسلسلات. يا سيدي كل هذه المسلسلات هترجع تعاد بثها في بعد رمضان، خلينا في رمضان نرجع للقرآن، نتدبر القرآن، نستثمر وقت رمضان بالخيرات اللي ممكن أنه ربنا سبحانه وتعالى يرضى علينا فيها ونرفع. نعم. الدرجات والحسنات. يعني البحث، يعني أنا بطلب من كل عائلة أن تبحث هي وأبنائها فعلا عن برامج هادفة، مسلسلات هادفة. نعم. ولا يعني فعلا تشجع وتزيد من خلينا نقول الفيو واللايكات، حتى إن كانوا بيتابعوهم على على اليوتيوب بيرجعوا بيعيدوهم بيتابعوهم. لا، ابحثوا وشجعوا البرامج الهادفة. جميل. الآن الإعلام الهادف للأسف، وأنا مش عم بحكي عن قناة اليرموك، لا أنا بحكي عن كل تقريبا الإعلام بمجمل. نعم. لأنه في بعض التجارب رائعة وناجحة. الإعلام الهادف بمجمله ما زال قاصرا وقصير الأمد. ماذا ينقص حتى ينتشر الأثر. ماذا ينتجه الناس اللي مستعدين يدعموا مثل هذه البرامج، مستعدين يدفعوا لأجل. نعم. هذه البرامج. نعم. يعني. نعم. أنا ممكن أدفع لأحد الممثلين الكوميديا بين قوسين المسخرة مبالغ طائلة، لكن مش مستعد أدفع لمسلسل قد يعطيني. نعم. قيمة ممتازة. فهون في عنا مشكلة في هذه المعادلة، لأنه بالنهاية لو أنا ضلني على التكاليف البسيطة والتكاليف، أكيد الإبهار البصري اللي موجود في المسلسلات. صحيح. والدراما. صحيح. رح خلش يجذب الشباب خاصة. نعم. الفئة صغيرة السن إنه يشاهد، لأنه هو بيبحث عن الإبهار، بيبحث. أوه. عن شيء متطور وجديد. في الشاشة. الألوان والفن. نعم. والحركات واللباس. صحيح. والخدع السينمائية. نعم. اللي مش راح تكون موجودة بالفن الهادف مثلا، لأنه ما عنده الإمكانية المالية في. نعم. هذا الموضوع. أيضا أدعو يعني الأخوة الكرام صحفيين إعلاميين مؤرخين، ليه ما في عندنا الآن ناس يكتبوا نصوص لمسلسلات دينية، لمسلسلات تاريخية؟ هل عقمت الأمة عن إنجاب مثلا وليد سيف أو مثل حاتم علي الله يرحمه، المخرجين والناس اللي اشتغلوا شغلات إسلامية، أو الناس اللي قبلهم اللي عملوا مسلسل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ومسلسلات الدينية؟ نعم. أكيد في عندنا في الأردن قبل أي بلد آخر. نعم. ناس عندهم هذا التوجه وعندهم هذا الهم، خلنا نشوفهم، خلهم يطلعوا نبحث عنهم وندعمهم. زياد احنا يمكن انتهى وقت فقرتنا، وانا. نعم. يعني بالعكس الان يمكن بدا كمان الحديث يزداد اهميه. نعم. لانه بلشنا نحط ايدنا على الوجع. يعني احنا نعد الساده المشاهدين ونعد حضرتك انه احنا ناخذك بلقاء ثاني نحكي بهذا الموضوع بالذات، لانه بصراحه فعلا نحن بحاجه ان نبحث عن هؤلاء وان ندعمهم، وحتى نعيد للإعلام. نعم. جديته والتزامه وألقه وإقبال المشاهدين عليه. في نهاية فقرتنا يعني بعد أن أشكر حضرتك و يعني أنت شرفتنا اليوم، وبالتأكيد من أول ضيوفنا في الاستوديو الجديد. إحنا بنتمنى كمان على السادة المشاهدين كما تفضلت زميلتي رانيا والأستاذ إياد إنه نروح على صفحات الإعلام الملتزم على السوشيال ميديا، عم بنزل مواد. هاي المواد تشتكي إلى الله،
يعني بتروح على برامج، بالمناسبة أستاذ إياد في برنامج بيجيبوا فيه زوجين، وهذول الزوجين بيطرحوا عليهم أسئلة وكذا وضحك ومسخرة وكل ما يتناقض مع قيمنا الأسرية، ومئات اللايكات وآلاف اللايكات، بينما البرامج الملتزمة الهادفة تشتكي إلى الله. يعني هون بس ملاحظة صغيرة، إنه من قال بأنه لا تجتمع الفن الهادف مع الضحك؟ صحيح، مين قال؟ صحيح، متضادين هما، بالعكس. نعم، نستطيع أن نعمل شيء مثل هذا وأفضل من هذا، لكن من خلال، نعم، زرع قيم ومن خلال، صحيح، نزع قيم سلبية. صحيح، هذا إذا بهالرسالة إحنا بدنا نختتم حلقتنا، عفوا فقرتنا وحواريتنا. شكرا لك يا أستاذ إياد، نورتنا. نورتنا على أولى رانيا، وزادك الله نورا. الأستاذ إياد حماد الإعلامي ومدير شركة إنتاج فني. مشاهدينا بنتمنى تكون حواريتنا لليوم نالت إعجابكم، ويعني حاولت هيك أن تجيب عن بعض التساؤلات لدينا. خليكم معنا، فقرتنا القادمة حتكون كيف نتخلص من الدهون مع دالين ختاتنا، فقرة رياضية مع الكوتش دالين. خليكم معنا.